ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة ووصلنا للفقرة الطبية. طبعا أمثلة كثيرة بنسمعها عن أهمية صحة الجسم المستمر في الـ 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 في الإهمال بيكون للأسف الصحة بتكون مش تمام، وطبعا بيكون سبب في أمراض كتير للأسف بتكون بدري جدا عن سننا وممكن نتعرض لها. وللأسف في سن في يعني شباب في سن صغير بيجي لهم أمراض مزمنة أو بيكون للأسف عندهم كسل وخمول طبعا مستمر وفترة طويلة، بيوصلوا لا قدر الله لمراحل ما بيبقوش قادرين يتحركوا بنشاط وبيبقى خمول شديد جدا. خلينا نرحب النهاردة بدكتور حبيبة قلبي ديما أبو السعود اللي مشرفاني نوراني في الاستوديو، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال، ونعرف منها إيه الأسباب دي. ازيك يا دندور؟ حبيبة قلبي عاملة إيه؟ ازيك؟ وحشتيني. عاملة إيه عظيمة؟ وحشاني جدا. إيه رأيك في اللانشون اللي عملناه؟ حلو جدا، بس ما لحقتش آكل غير حتة قد كده بعد ما نخلص الحلقة. يروح قلبي بعد ما نخلص نعمل لك كل حاجة. أنا لقيت رانيا مجهزة العيش وقالت لي والله طلع جميل وهو سخن بس ما بيصعب. حلو قوي فعلا. أنا عارفة إن أنتِ مع الحاجات اللي إحنا دايما ناكل اكلات صحيه ونبعد دايما معظم الوقت عن الفاست فود والحاجات اللي هي بتبقى بتاذينا بشكل قوي وندعم بالمالتي فيتامين. انا النهارده عايزاكي تكلمينا عن المالتي فيتامين اللي احنا يعني بنتكلم عنه دايما، عشان لو لينا اصدقاء لسه اول مره يعرفوا عنه ويسمعوا عنه. ابداي بقى معانا من شركه بايو ناتشرال، قولي لنا هي عملت ده وكان ايه اللي في دماغها وليه هي اختارت انها تحط مجموعه الفيتامينز دي تحديدا ان ده مش موجود في مالتي فيتامينز اخرى تانية موجوده في الصيدليات. صح. خلينا نتفق ان مهم جدا 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 اخذ الفيتامينات والمعادن يوميا. خلينا نتفق ان احنا مهما حتى لو مشينا على نظام اكل صحي مش هنعرف نوفر احتياجاتنا من الفيتامينات والمعادن. صحيح. اطلاقا. صحيح. الفيتامينات والمعادن مهمة لكل حاجة. مهمة جدا للمناعة. مهمة لدعم التمثيل الغذائي. مهمة لصحة الشعر والبشرة. مهمة للصحة النفسية. مهمة لكل الستات. مهمة للرجال كمان. شركة بايو ناتشرال أنتجت مكمل غذائي رائع اسمه ELP مالتي فيت. هي اختارت ELP مالتي فيت لأنه داعم جدا 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 لحاجات كتيرة جدا. ELP مالتي فيت ليه مميزات، واعتقد هو الوحيد اللي ملم بعائله فيتامين ب الكامله. مهم قوي ان انا ادعم جسمي وادعم دمي وادعم صحتي النفسيه وصحتي الجسديه بفيتامين بي. فيتامين بي او عائله فيتامين ب الكامله بتعمل ايه؟ اولا بتدعم لي التمثيل الغذائي. يعني ايه تمثيل غذائي؟ يعني ازاي نقدر نحول الاكل اللي بناكله الى طاقه. مهم قوي التمثيل الغذائي وسرعه الايض وسرعه الميتابوليزم للنشاط بتاعنا للحركه بتاعتنا وللحركات الخفيه. يعني مش بس ان احنا عايزين يبقى عندنا نشاط وننزل ونخرج ونيجي ونروح نشتغل ونرجع ونودي العيال النادي ونرجع، مش بس ده. انا عندي طاقات خفيه محتاجه سعرات حراريه ومحتاجه طاقه، زي عمليه التنفس وانا معاكي دلوقتي بتنفس، ده محتاج سعرات حراريه. زي نقل الهرمونات من الجلاندز المستقبل من الغده المنتجه للهرمون لمستقبلاتها في الخلايا محتاجه. عمليه الهضم عمليه صعبه جدا جدا، احنا ما بنحسش بيها صح، لكن هي عمليه معقده محتاجه طاقه. طرد السموم والفضلات من الجسم محتاج طاقه. ففيتامين ب ده اللي بيعمل ده. فيتامين ب داعم جدا لاعصابنا. ساعات احيانا ممكن امسك ده وفجاه الاقيه بيقع مني. انا عندي مشكله في الاعصاب، عندي ضعف في الاعصاب. فيتامين ب بيعمل ده. طيب جوه ألب مالتي فيت ايه كمان؟ عندي فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا. احيانا بناكل لحوم او مصادر اللي فيها حديد ونيجي نعمل الكومبليت بلاد بيكتشر بنلاقي عندي الحديد واقع. مع انه يقول لك ازاي ده انا باكل كبده وباكل لحمه وباكل سبانخ وجرجير. طبعا المصادر الحيوانيه فيها الحديد عالي جدا اكتر من النباتات. والاقي برضو الحديد ناقص، لان الحديد بيبقى صعب قوي امتصاصه في المعده. بيحتاج معاه فيتامين سي. حتى بتلاقي الدكاتره لما بيجوا يوصفوا دواء حديد لازم يدوا معاه فيتامين سي وفوليك اسيد وكوبالامين. فوليك اسيد وكوبالامين من عائله فيتامين ب. عندك فيتامين سي مهم قوي للمناعه، واحنا داخلين في فصل الشتاء ولازم نقوي طبعًا مناعتنا طبعا. وزنك، عايزين زنك.
داخل قلب مالتي فيت زنك. وهو اعلى في نسبه الزنك فعلا. 23.9. الزنك مهم للمناعه ومهم لكل العمليات الحيويه ومهم لكل الخلايا اللي بتتجدد. شعري بيقع وبيرجع يتجدد محتاج زنك. الناس تقول لك ايه، بنات تقول لك انا هاخد بيوتين بس عشان شعري ما يقعش. البيوتين مهم جدا، لكن الزنك كمان مهم جدا للشعر. الضوافر بتتجدد مهم. خلايا الدم بتاعتنا كلها، كرات الدم الحمراء البيضاء، كل الخلايا بتتجدد، لازم ليها زنك. الزنك مهم جدا لطعم الخصوبة عند الرجال. طيب عندي كمان ايه داخل قلب مالتي فيت؟ طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشة ده القرص. هو ده القرص اللي بتكلم ان هو فيه كل الحاجات دي جماعة. عندي كمان فيتامين اي. فيتامين اي مضاد اكسدة قوي جدا، لازم نمشي على ده. مهم قوي مضادات الاكسدة دي، جسمنا بيتاكسد بشكل قوي جدا. طبعا طبعا طبعا، من حاجات لا ارادية بنعملها بنتعرض للاكسدة. الاكسدة ده خطر. أكسدة الخلايا يعني تلف الخلايا وتعجيز الخلايا ومود الخلايا بدري قوي عن أوانها يعني. صحيح. ففيتامين إي بيعمل ده، وبيعمل على عدم أكسدة الدهون الضارة اللي بتتحولي إلى كوليسترول وبتترسب على الأوعية الدموية، ولا قدر الله تعملي مشاكل كبيرة جدا جدا. طيب إيه داخل قلب مالتي فيت كمان؟ عندي الكالسيوم. الكالسيوم طبعا إحنا عارفين قد إيه مدى أهمية الكالسيوم لعظامنا ولانقباض عضلاتنا كمان. المميزات كلها هي مكتوبة دلوقتي اللي أنا اتكلمت عنها، الدعم للمناعة والطاقة والذكورة والشعر والبشرة وصحة الزنك والنحاس. يا دندون قلت لنا انه مهم قوي يبقى مع الزنك. النحاس مهم قوي اخده مع الزنك. والنحاس انتي ايج، ويمكن البنات والولاد اللي بيشتكوا من ظهور الشيب المبكر بيبقى نقص الزنك. النحاس ايوه صح. نحاس. العبوة 30 قرص بتكفي شهر. السعر حلو جدا جدا جدا. ايوه مناسب لكل الطبقات. اكيد متوفر في الصيدليات. طب لو احنا بقى دلوقتي اخواتنا او اصدقائنا في المحافظات ومثلا ما لقوهوش في صيدليه قريبه، نعمل ايه؟ هنتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه ده. رقم شركه بايو ناتشرال. عندنا مناديب في كل محافظات مصر بلس الساده الصيادله. احنا متواجدين في الشركه المتحده للصيادله، دي شركه توزيع للادويه والكوزماء، ويعني اي حاجه بتروح للصيدليه من اكبر شركات التوزيع معروفه في طبعا مصر يعني. طبعا فاوريدي كمان احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله، عشان لو حد عايز يجيبه من صيدليه يكلم الصيدليه اللي تحت بيته ويقول لهم بليز وفروا لي قلب مالتي فيت بالكود اللي هو 83205. هايل ماشي. يبقى كده محلول الحمد لله. يعني اي صيدليه قريبه مني اقول له اطلب الكود ده من فضلك. بالظبط. واكيد عندنا صفحه على الفيسبوك بايو ناتشرال. بايو ناتشرال بنقدر نستفسر او حتى نطلب الاوردر عن طريق الصفحه. هايل جدا. وبيبقى في كمان اوفرز حلوه بتتعمل كل فتره، اكيد هم لما هيتصلوا هيبقوا عارفين. بالظبط صح كده. طيب احنا طبعا عندنا اسئله يعني هنتكلم. بس انت كلمينا الاول، هي مهم طبعا برضو للرجال وللاطفال من عمر كام؟ قلب مالتي فيت بيستخدم من سن 13 سنة. طريقة الاستخدام بعد الأكل بساعة على كوباية مية كبيرة، يا إما بعد الفطار. أيوة. يا إما بعد الغداء. لا أحبس بالليل. ليه لا أحبس بالليل؟ هو مجري في البيت بقى. لأن فيتامين بي بيدي باور. الحاجات اللي بتتاخد بالليل ده المغنيسيوم، ده بيعمل ريلاكسيشن للعضلة. ممكن ناخد المغنيسيوم لو احنا بناخد سابلمنت من بره، لكن فيتامين بي بيدي نشاط. فاخده بعد الفطار او اخده بعد الغداء او قبل، لو حد فينا بيتمرن يعني ومحتاج باور ياخده قبل التمرين بنص ساعة. هايل. طيب احنا معانا طبعا اسئله مشاهدين، وانت عارفه انا بحب دايما الفقره دي عشان كده. في بنوته بتقول ايه، انا ايه عندي 23 سنه، شعري بيقع وبحس بكسل وبنام كتير. على فكره يعني فعلا نقص الفيتامينز ليها علاقه جدا بالخمول والحاله الارهاق الشديد اللي الواحد بيبقى فيها. ناس كتير مش عارفه ده والله عظيمه. ان نقص الفيتامينز بيدي خمول وتعب ومود مش حلو. لا انا عرفت بس بعد ما يعني ما اتحطيت في الموقف. صح. وفهمت. صح. برشح لها طبعا قلب مالتي فيت. تتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. شعرها بيقع يبقى محتاج طبعا هتتطمن من نسبه الحديد. أوكي. وتطمن انها بتاكل بروتين كفايه، لان الشعر عباره عن بروتين يعني. في مصادر بروتينيه كويسه في الاكل مع قلب مالتي فيت. ليه بقول قلب مالتي فيت؟ لان الشعر محتاج زنك، محتاج كوبر نحاس، محتاج بايوتين، محتاج فوليك اسيد، محتاج كوبالامين، وكلهم موجودين في قلب مالتي فيت. هتاخد قرص واحد بس بعد الفطار على كوبايه ميه كبيره، او بعد الغداء على كوبايه ميه كبيره.
مهم اقول هي موضوع التعب والخمول والكسل هتحس ان هي في نشاط من بعد تاني تلات استخدام. الشعر يا جماعه بياخد وقت. طبعا طبيعي. الشعر لان خد وقت عقبال ما توصل للمرحله انها تشتكي. بالظبط. لا الشعر كمان عشان يبتدي ما يقعش يتغذى ويتغذى ياخد وقت شوية. لان مراحل نمو الشعر ثلاث مراحل. أوكي. والشعر اللي احنا شايفينه ده اخر مرحله خالص في نمو الشعر. أوكي. فممكن هتلاقي تحسن في خلال اسبوعين ثلاثه وتستمر. محتاج الشعر محتاج استمراريه يا جماعه، يعني محتاج أوكي. استمراريه على الاقل 3 شهور. طيب حلو ده. هبه محمد 34 سنه عندها مشاكل، مش بتاكل كويس وبتشوف ان هي بتاخد كالسيوم وحديد من غير تحليل من نفسها. هي لسه مخلفه البيبي التاني بس ما عندهاش طاقه. فطبعا طبيعي. لا ان انا اخد حديد من نفسي ده الحديد ده خطير برضو، ما ينفعش. يعني لو انا ما عنديش نقص فيها يبقى عندي مشكله طبعا. فلا لا لا احبذ ان انا اخد حديد غير لما اعمل تحليل. الكالسيوم لو هي ما بتاخدش، مش ماشيه على الب مالتي فيت وبتاخد كالسيوم من انذر سبلمنت تركيزه عالي جدا من غير ما اعمل تحليل كالسيوم، ده برده مش حلو. او الدكتور هو اللي بيوجهها تاخد منه بنسبته قد ايه بالظبط. انا ليه بقول الب مالتي فيت مش محتاجين تحاليل؟ لان تركيز الكالسيوم بسيط. يعني حتى 70. على اللونج ران او لفتره طويله من الاستخدام مفيش فيه مشكله. لا لان انا الجسم محتاج يوميا 1000 ملي جرام، الحامل محتاجه 1200، كبار السن ممكن يكونوا محتاجين برضو 1200. الب مالتي فيت 70. لكن لو هي بتاخد كالسيوم تاني غير اللي موجود في الب مالتي فيت من غير ما تعمل تحليل، لا احبس. اوكي. طيب انا مهندس فباكل اكل الشارع بسبب طبيعه شغل، يعني شغله، محتاج اعرف هل لازم تحليل عشان اخد مالتي فيتامين علشان يعوض اللي جسمه بيفقده؟ الفيتامينات اللي قبل الذوبان في الماء ما بحتاجش فيه تحليل، بالذات اللي هي لما بتبقى الكونسنتريشن ساعتها افريج. الب مالتي فيت التراكيز بتاعته الاحتياج اليومي واقل سن صغير عشان ادي فرصه لو انا عايزه اكل اكل صحي كمان. لكن الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الدهون ممكن اخد التراكيز البسيطه جدا كويس. لكن ما ينفعش اخد تراكيز عاليه من الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الدهون وانا مش عامله تحليل. الب مالتي فيت امن جدا، مع انه ما فيش اي مشكله ان هو يمشي على الب مالتي فيت من غير تحليل. واكيد بقول لاصحاب الامراض المزمنه مفيش اي مشكله عظيمه، يعني مريض السكر اوريدي لازم يدعم بفيتامين بي، مهم جدا. عشان الاعصاب طبعا. مريض الكوليسترول لازم يدعم بالب مالتي فيت لانه بيحتوي على فيتامين اي اللي هو بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. ومريض القلب ما عنديش مشكله اطلاقا. الحامل تستخدمه بكل امان. ممكن برضو الحامل لازم تستشير الطبيب بموضوع التراكيز والنسب، لان اكيد بعد الشهر الخامس هتحتاج كالسيوم بنسبه عاليه جدا لغايه ما تولد. اوكي. فممكن تتعب من حاجه اكتر، لكن هو مش هو موجود اساسي. تسال الدكتور محتاجه كالسيوم قد ايه زياده، ده مهم جدا. اللاكتيتنج ماذر او الام المرضعه مهم ليها جدا الب مالتي فيت. الب مالتي فيت مهم ليها جدا لانه كمان بيحتوي على فوليك اسيد. الحامل بتحتاج فوليك اسيد حتى من قبل ما بتفكر في الحمل، لازم الدكتور يكتب لها على فوليك اسيد، لان الفوليك اسيد هو اللي بيعمل على عدم تشوه الاجنه وداعم للخلايا العصبيه للجنين. الفوليك اسيد داعم جدا للصحه النفسيه. احيانا بتلاقي سيدات ما بعد الولاده بيجي لهم ديبريشن او اكتئاب، لازم يمشوا على فوليك اسيد. الب مالتي فيت دخلوا فوليك اسيد. وبرجع اقول انه امن جدا، وبرجع اقول انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء. نسيت اقول الكلمه دي، انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء. هو عمره ما هيبقى في الصيدليه دينا الا لو كان مرخص. بالظبط. وموجود في سلسله صيدلات كبيره موجوده في مصر. اللي مش لاقيه في الصيدليه اللي عند بيته يا اما يكلمنا يطلبه اونلاين. موفرين مناديب في كل محافظات مصر. او يكلم الصيدليه اللي تحت بيته يقول له عايزين الب مالتي فيت، هو موجود في الشركه المتحده للصيدله. طيب دلوقتي واحده بتقول انا بنتي عندها 18 سنه، هل ممكن اديها فيتامينز كده مكمل للغذاء ليها وعشان المناعه عندها تفضل كويسه؟ يعني تقصد الاستمراريه على الموضوع ده حتى لو هي مش شايفه انها جسمها كويس وطاقتها كويسه؟ ما ممكن اكون حاساه دلوقتي، بس لو لا قدر الله بطلت اخد فيتامين، وخصوصا ان احنا مش بناكل اكل صحي طول الوقت او ما بناكلش الالوان اللي بتساعدنا بالنسب اللي محتاجينها كل يوم. حلوه قصه الالوان دي. يعني كتير يقول لك السلطه مفيده جدا، كل ما تكتر الوانها كل ما تزيد فوائدها.
كل ما تزيد فيتاميناتها ومعادنها طبعا. 18 سنه هيبقى رائع معاها على فكره. البنت محتاجه من سن البلوغ، انا بيتهيألي زيها زي الولد. طبعا طبعا طبعا. اي كل مراحل عمريه على فكره، من سن البلوغ لغايه لما بتكبر، لغايه واثناء الدوره الشهريه محتاجه فيتامينز. ده كمان سبب، وسبب كمان الدراسه في الوقت ده مع ما بيحصل لها فكره ان يعني كل شهر فكره الدوره الشهريه دي بتفقد نسب كبيره من صح. المعادن والفيتامينات صح. فحرام بيبقى دراسه وفكر محتاجه وقتها كوبالامين. طبعا دعم جدا تعويض. بالظبط، بينتج كرات دم حمراء مع الحديد والفوليك اسيد، فيبقى دعم ليها وفيتامين جدا. سي، فيتامين سي مهم قوي. طبعا طبعا طبعا. يعني هم انا شايفه ان ال 500 ملي جرام موجودين في فيتامين سي اللي في البامار زيفيد، انا بالنسبه لي شكر ربنا وحمد لله، لانه هو المفروض 1000 للادلت، المفروض بناخد 1000، بس انا لو 500 وباخدهم باستمرار انا شايفه ان انا تمام. رائع صح. وعايزه اقول لك فيتامين سي ليه اهميه كبيره كمان لنضاره البشره، لان احنا بعد سن 25 سنه بنفقد الكولاجين. الب مالتي فيت او فيتامين سي اللي داخل الب مالتي فيت بيعيد تعزيز الكولاجين من اول وجديد. حلو. يبقى انا كده عندي فوائد كتيره جدا. وفيتامين سي على فكره مضاد اكسده زيه زي فيتامين اي والله. كمان وبيعزز لي امتصاص الحديد وبيعلي لي المناعه. كل ده فيتامين سي. وناس كتير بقى مش عارفه ان فيتامين سي بيساعد على حرق الدهون. دي دراسه جديده، انا مبسوطه بيها جدا. يعني يقول لك ايه ده الفيتامين بيتخن؟ لا ما بيتخنش. اصلا فيتامين سي بيساعد على حرق الدهون المخزنه. حلو والله. فرائع جدا جدا الب مالتي فيت، دخله 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن اللي احنا محتاجينها يوميا. الب مالتي فيت طبعا العبوه بتكفي شهر، كنت هقول لك بتكفي سنه. يا ريت والله. احنا ممكن ننادي وننشد. ايوه. السعر مناسب لكل فئات المجتمع. أيوة. بلا استثناء. والنجاح اللي شركه بايوناتشرال عملته ان فعلا اللي اخذ المكمل الغذائي رجع طلب تاني. ما هو ده ورجع الطلب بقى، بقى لمراته وعياله بيجرب في نفسه. هي الميزه بقى انت عارفه ان كمان مناسب للاطفال، اي حاجه تبقى مناسبه للاطفال الناس بتحس البلوغ. حتى ارتياح طبعا نفسي كده. هو الفيدباك هو ده اللي بيديني النجاح بتاع المنتج الحقيقه. الفيدباك بتاع الب مالتي فيت رائع. هيتاخد مره بعد الفطار او بعد الغداء بساعه على كوبايه ميه كبيره. اهم حاجه ما اخدوش. طب ده سؤال برضو لطيف ومهم، يعني برضو حلو. انا لينا عندي 26 سنه وبعمل دايت وبلعب رياضه. جدع يا لينا والله شطور. هل لازم مع الدايت اخد فيتامين؟ طبعا يا لينا خدي فيتامين. بالظبط. اي حد بيعمل دايت سواء لينا او غيرها ومقلل جدا الاكل ومقلل السعرات الحراريه او مقلل الاكل بتاعي، يبقى انا قللت الفيتامينات والمعادن. عشان تخس بصحه وتخس يبقى شكلها حلو، لازم تدعم ببيوتين، بفيتامين سي، بزنك، بفيتامين بي، بكالسيوم. كل الحاجات دي مهمه جدا للشعر والبشره والطاقه والمود العام، فلازم تاخد الب مالتي فيت لو هي بتعمل دايت اكيد. طيب هي طيب ليلى عندها 40 سنه، شعرها بهتان مش بيطول. على فكره الشكوى دي كانت عامه. في ناس طبعًا. كتير بتقعد بالسنين شعرها مش بيطول وعلى طول بيتكسر، ودي حاجه مضايقاني. ممكن اعرف السبب والحل ايه؟ اسباب الشعر اللي بيتكسر واللي بيقع ومشاكل الشعر بيبقى ليها اسباب كتير. يعني منها مين ليه بيبقى نقص الفيتامينات والمعادن زي ما انا قلت، لكن اكيد بيبقى في اسباب مرضيه اخرى. يعني لازم تطمن برضو على الغدله الدرقيه، لازم تطمن على نسبه الحديد، لازم تطمن على كميه البروتين او تتعمل وظائف كلى. كل الحاجات دي مهمه جدا مع الفيتامينات والمعادن. وقتها لما كل حاجه بتتظبط بتلاقي شعرها رجع احسن من الاول كمان. طب قول لنا بقى طرق التواصل عشان ننزل الصفحه الخاصه ب بايوناتشرال، عشان لو لينا اصدقاء حابين يشوفوا الصفحه ويدخلوا يشوفوا الكومنتس والناس بتقول ايه وكده. طرق التواصل لشركه بايوناتشرالز، اولا الارقام اللي كانت ظاهره على الشاشه، ثانيا صفحه الفيسبوك بايوناتشرالز فيتامينز اند سبلمنتس. دي طرق التواصل من خلال الشركه. طبعا عندنا الكول سنتر موجود 24 ساعه. بنقدر نوصل لحد باب البيت. عندنا مناديب في كل محافظات مصر. مناديب دي فكرتني بدباديب.
لا انا لو بذاكر عربي دلوقتي مع الولاد كان مندوب مجموعه ايه الجامعه بتاعها مناديب. يعني طلعت مناديب ازاي؟ مناديب دي عندنا مندوب. هي لايقه عليك يا عمو من يدلونا لايقه زيك. حبيبتي انت نورتيني بجد. اسمحوا لي طبعا اصدقائنا اشكر ضيفتي الجميله دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لدى شركه بايو ناتشرال. نورتيني وشرفتيني حبيبتي. وطبعا بشكر حضراتكم لحسن المتابعه وتحيه لكل من يشاهدنا من خلال شاشه قناه الاهلي. يعني بشكر حضراتكم وكل الحب والتقدير ليكم. وطبعا من هنا الحلقة جديدة أتمنى من الله والله يكتر على الله. أشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم.